إذا هذا اليوم، هذا اليوم كانت البداية في مسار نضالي تم ترسيمه على الصعيد الوطني من طرف جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الذي هو التوقف عن العمل طيلة اليوم مع وقفة احتجازية إنذارية لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 إلى منتصف النهار، والتي هي للتعبير نحو الحكومة على أنه ما كان عليه الأمر طيلة قرن من عمر مهنة المحاماة في هذا الوطن من هزمات لا يمكن أن تسير وأن نسمح باستمراريتها في هذا السير، وخاصة أن الأمر يتعلق بمسودة تحمل في كونها مساسا بمكتسبات لمهنة المحاماة التي هي ليست مهنة فئة معينة، ولكن هي رسالة نبيلة تدود عن الحقوق والحرية داخل هذا الوطن. هي ذلك السد المنيع الذي يمنع السلطة التنفيذية عن التطول على حقوق المواطنين وعلى حرياتهم. ما يتعلق بمحتواه قانون مشروع قانون المالية، والذي فيه خرق للقانون الإطار لوضع الميزانية، فيه خرق لمبادئ القوانين الضريبية. عندما يكون هناك كنا نبحث عن عدالة ضريبية في هذا الوطن، فحتى أصبحنا الآن نبحث عن تطبيق القانون، تطبيق القانون، لأنه لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك فرض للضريبة على الدخل قبل تحققها على هذا الدخل، أن يكون هناك فرض وزيادة في نسبة الفرض بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها في نهاية المطاف المواطن وليس المحامي، المواطن وليس المحامي. المسألة المتعلقة بالامتحان، لسنا ضد أن ينتسب أبناء هذا الوطن لمهنة المحاماة، ولكن أن تخلق الحكومة مناصب وهمية وتزعم لعموم المواطنين بأنها توظف أبنائهم بدون أن تتحمل مناصب مالية، فهذا بما يتابت ما يسمى بتسويق الوهم، لأنه أن نفتح باب المحاماة يتعين أن يوازيها كذلك، أن يكون هناك توفير لتكوين حقيقي للمحامين، أن يكون هناك توفير لظروف عمل حقيقية للمحامين، أن يكون هناك توفير لحماية اجتماعية للمحامي. لا يمكن أن نخلق عملا وهميا مناصب وهمية، ونزعم في حصيلة الحكومة بأنه خلقنا مناصب لفائدة أبناء هذا الوطن. لا يمكن أن نسمح بتضريب خارج نطاق القانون، لا يمكن أن نسمح بصناعة قوانين على مقاس هدفها ضرب مهنة الدفاع، ضرب رسالة نبيلة عمرها يقترب ويدنو من قرن من الزمن في هذا الوطن، ضربها في الصميم حتى لا تؤدي دورها الحقيقي الذي دأب عليه قيادمتنا من نقباء وقيادمة، وهو الدود عن الحقوق والحريات داخل هذا الوطن. أنتهي بمسألة أخيرة، كيف يمكن أن تمنع الصحافة من مواكبة مثل هذه التظاهرات التي هي نبض المواطنين؟ هذا يعني بأن هناك خوفا لدى الآخر من أن يعرف حقيقة الصراع، أن يعرف حقيقة خطابنا، لأنه يريدون أن يسوقوا خطابا وهميا ويحفظوا سيرورة هذا الخطاب الوهمي، ويحاولون الحيلولة ومنع فضح وهمية ذلك الخطاب.